مساء الخير. لبست جبالنا حلتها البيضة السنة بعد ما تساقطت الثلوج على أعالي جبالنا وعلى المرتفعات، وغطت الثلوج منطقة دهر البيدر على الطريق الدولي بين جبل لبنان والبقاع، وبقيت الطريق سالكة بالاتجاهين. وبشمال لبنان تساقطت الثلوج بأهدن والأرز وصولاً لجرود تنورين الفوقة والجوار ومناطق كفر دبيان وفريا والجرود، مع تدني كبير بدرجات الحرارة خصوصاً بالقرى اللي بتعلى فوق 1500 متر. وبنحذركم من سلوك الطرقات الجبلية إلا للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون الجليد خلال الليل وساعات الفجر. وبلغت كمية المتساقطات خلال 24 ساعة الماضية ببيروت 10.2 ملم، ليصبح المجموع من أيلول حتى اليوم 183.6 ملم، والمعدل العام هو 227 ملم. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي بارد عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة منخفضة، رطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة 120 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائب مع رياح شمالية باردة بتؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة، ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخل خلال ساعات الليل والفجر. لبكرة طقسنا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات وتكون جليد على الطرقات الجبلية خلال الليل والفجر. انتبهوا منيح بسويقة ودفوا منيح. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل. عم بتسجل 11 وبالبقاع 3، على المرتفعات 7 و0 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، ومنبدأ تحديداً من القبية 13، جبل محسن 19، الغابات 17 درجة، شويفت 19، ومنتقل من بعد للسعديات 19، النقورة 19، القليعة 13، قعقعية الجسر 14، والناصرية 14، وعرسال 14، وأخيراً جبيب 17 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 30 و75%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الريح من 10 و25 كم/ساعة، والريح شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل لل 11، وبكرة بين 12 و19 درجة، ونهار الأربعاء فيه طول الأمطار وبتتراوح بين 12 و19 درجة. وهلأ ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذاً صنعاء 22، بغداد 18، دمشق 16 درجة، ومن بعدها تونس 18، والقاهرة 20، وأخيراً روما 14 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة، دفوا منيح. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا. Thank you.